واحد بقى سؤال وعايز الإجابة نعم أم لا. بيقول هل يمكن الجزم بأن الابن كلمة وأن الكلمة وليدة الفكر؟ اللي زود درجة الامبليفاير بيعمل لنا مشكلة. السؤال هل يمكن الجزم بأن الابن كلمة وأن الكلمة وليدة الفكر ومن ثم يكون الآب فكرا ولكنه بالطبع لا يفكر فيما سيفعله وإنما يجد الكلمة بالكلام أو يمد الكلمة بالكلام الإنجيل فيرسم لنا الطريق الذي يوصينا أن نسير فيه مع الأخذ في الاعتبار صوت الآب في عماد السيد المسيح هذا هو ابن الحبيب الذي سررت. ومن هنا يمكن أن نقول أن مسيحيتنا سبقت العلم فالعلم يعترف بصوت العقل كما نعرفها نحن نرى صوت الفكر أيضا. وطلب الغيب المفروض اللي يمسك الامبليفاير يلاحظ النتيجة. بس لقى علاه والصوت عمل شوشرة من تلقاء نفسه يوطيه ما ينتظرش نقول له وطيه. واللعبة في الامبليفاير مش كويس. كان ماشي وكل حاجة ماشي كويسة مش هتجروا له. شوف يا ابني المسيح الكلمة ليست معنى لفظة لأن اللفظة الألفاظ كثيرة. هو كلمة أقولها لكم بس شوية من أصلها اليوناني عشان تعرفوا كل شيء ازاي. المسيح الكلمة اصلا في اللغه اليونانيه اللوغوس. لذلك انا لما بصلي الصلاه باكر واقرا الانجيل افضل هذا اقول في البدء كان اللوغوس واللوغوس كان عند الله وكان الله اللوغوس. هو القديس جيروم ترجمها بالكلمه ترجمها باللاتيني فيربوم وفيربوم يعني كلمة في اللاتيني. حتى الفرنسويين بيترجموها لا فيرب يعني الفعل. اللوغوس كلمة اللوغوس اللي هو اسم المسيح الكلمة جاي من الفعل ليجو يعني ينطق. وينطق ليس معناها النطق يعني pronunciation النطق على اللفظ لا وانما النطق العاقل لان لوجوس منها لوجيك يعني المنطق والمنطق يعني النطق العاقل او العقل المنطوق به. ابتديتوا تتلخبطوا معلش. فترجمة كلمة الكلمة أو كلمة اللوغوس يعني عقل الله الناطق أو نطق الله العاقل. ترجمتها كده عقل الله الناطق أو نطق الله العاقل. فلما نقول كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان يعني كل شيء كان بعقل الله الناطق وبنطق الله العاقل. مش كلمة يعني لفظة نتيجة الفكر. طب ما الفكر بيجيب مئات الألفاظ. فلا تأخذ كلمة كلمة بمعنى لفظة.
الكلمة اللي هي الترجمة نتيجة القديس جيروم لما ترجمها باللاتيني فيربوم لا تعني لفظة أبدا. ده حتى احنا لغاية دلوقتي من جهة الفكر نقول حرية الكلمة. لما نقول حرية الكلمة ما نقصدش الكلمة يعني اللفظة. فبلاش تمر في تفكيرك ده.